ويبدو أن التحديث الجديد لتطبيق سناب شات لم ينل إعجاب بعض مستخدمي التطبيق خاصة في السعودية، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات وتقييمات سلبية تحت هاشتاج سناب الجديد وتحديث سناب فاشل، حيث اعتبر البعض التصميم الجديد مربكا ومزعجا في الاستخدام، وأن الهدف منه هو إظهار قصص المشاهير بأسلوب وصفوه بالرخيص، لأن التطبيق يجبرك دون إذن منك على مشاهدة قصص المشاهير لفترة محدودة قبل الانتقال لشيء آخر. وتتألف النسخة الجديدة من سناب من صفحتين رئيسيتين، الأولى مخصصة لمحتوى أكشف الذي يضم وسائل الإعلام الشهيرة بالإضافة إلى المحتوى الرائج وقصص المشاهير، أما الصفحة الثانية فهي المخصصة للمستخدم لنشر قصصه وقصص أصدقائه، لكن أصبحت أيضا مدمجة مع الرسائل الخاصة. الناس وبمجرد صدور التحديث الجديد نشروا صورا ساخرة توثق علاقتهم بالتطبيق المتذبذب، وهذه كانت من أكثرها تداولا، وكما تبدو الصورة بدأ البحث فورا عن خبير التقنية عبد الله السبع في محاولة لإيجاد حلول للتحديث. خبير التقنية عبد الله السبع استجاب وأرسل لنا هذا الفيديو لمساعدة الناس. الشكل الجديد لسناب شات أمس وصل عند أغلب المستخدمين، طبعا في استياء واضح منه. خلينا أقول لكم ليه نزلوا هذا التحديث. سناب شات ودها تعيد تعريف مبدأ التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الاجتماعي، جهة اليسار راح تكون لأصدقائك، جهة اليمين راح تكون للسوشيال، فيعني هم حابين يفصلون ما بين السوشيال وأصدقائك، هذه هي النقطة الأولى. طيب هل التحديث هذا راح يأثر على سناب شات وإيش ممكن راح يأثر عليه؟ في استياء كبير، تقييم التطبيق نازل في متاجر البرامج، لكن أمس صاحب التطبيق قال إنه تعودوا على الشكل الجديد، إذا تعودتوا عليه راح تحبونه. وجهة نظري، أنا استخدمت الشكل الجديد مدة يومين، أول يوم كان صعب علي لأنه تغير التعريف حق التطبيق كامل، تغير شكله، تغير كل شيء، يعني سنة ونص احنا نستخدمه بطريقة والآن تغيرت كل شيء. ممكن تستاء منه في البداية لكن راح تحبه في النهاية. طيب بالنسبة للناس اللي قاعد تدور طريقة انها ترجع للشكل السابق، في طرق كثيرة انك تحمل تطبيقات من الانترنت وهذه مو آمنة، انتبه منها انه انت تحمل تطبيق حتى يرجعك لشكل سناب السابق، ممكن هذه يسرقون فيها حسابك، تفقد بياناتك، وفي طريقة عن طريق الفي بي ان كمان، هذه مو آمنة 100% لانه تطبيقات الفي بي ان بعضها يتم بيع بيانات المستخدم من خلالها، فلذلك هل راح تغامر بخصوصيتك عشان شكل تطبيق؟ ما أتوقع. الضجيج حول تحديث سناب شات والآراء التي جاءت متفاوتة بين من اعتبروا تحديث جيد ومن اعتبروا سيء دفعتنا لتخصيص تصويت اليوم لرأيكم في التحديث الجديد. النتائج جاءت كالتالي: 6%، خلونا نشوف النتائج. 6% وصفوا التطبيق بالممتاز، 9% اعتبروا عادي، أما الأغلبية أي 85% فاعتبروا تحديث سناب سيء. دائما لمعرفة تصويت الحلقة ومعرفة كل ما له علاقة بتفاعلكم، ندعوكم لمتابعة حساب البرنامج على تويتر الظاهر على الشاشة.